رجع عمر إلى أبي بكر وبدأت العرب ترتد. مسيلمة الكذاب ظهر بكذبه ودجله، والعنسي بدأ في اليمن واستحكم أمره على اليمن، حتى إنه نادى عبد الله بن ثوب الذي كان يكنى بأبي مسلم الخولاني فدعاه بعد أن ظهر أمره، دعا أبا مسلم الخولاني فقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني لا أسمع. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمدا رسول الله. فأعاد عليه: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني لا أسمع. أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فغضب عليه فأضرم له نارا عظيمة ثم ألقاه فيها، فخرج من النار لم تصبه بشيء، فخاف الناس فقالوا: أبعده عن البلدة قد يفتن به أتباعك، فنفاه. فانطلق إلى المدينة ووصل وإذ به يسمع خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الخلافة في أبي بكر، فوقف خلف سارية يصلي فرمقه عمر بن الخطاب فجلس عنده حتى انتهى من صلاته. قال: من أين الرجل؟ وكان عمر مثل أبي بكر لديهما فراسة. من أين الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ماذا فعل عدو الله بذلك المسلم؟ أحرقه بالنار فعلا؟ قال: نجاه الله. قال: أو تعرفه؟ قال: أعرفه. قال: أهو أنت؟ أسألك بالله، هو أنت؟ قال: هو عبد الله بن ثوب أنا. فقام إليه عمر واحتضنه وقبل رأسه وأخذه وذهب به إلى أبي بكر فأجلسه أمام أبي بكر، وقال عمر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام فلم تحرقه النار.